عليكم، يا رب تكونوا بخير ويوم سعيد عليكم جميعا. موضوع النهاردة ممكن يبقى غريب شوية، لكن لو فكرت فيه أو فهمته أكتر هتلاقي إنه منطقي جدا. العلاج بالقراءة، إزاي الكتب ممكن تجلب للإنسان السعادة؟ من المتعارف عليه إن كتب المساعدة الذاتية أو الكتب اللي بتتكلم عن تطوير الشخصية وتطوير الذات هي اللي بتقدر تحسن حياة الإنسان وتقدر تطور من شخصيته وتحسن من حياته. لكن اللي احنا هنتكلم عنه ان مش بس نوعية الكتب دي هي اللي ممكن تحسن حياتك، لكن كمان كتب القصص والروايات ممكن كمان تفيدك جدا في علاج كتير جدا من الامراض والضغوطات والتوتر اللي موجود في حياتك. وده كمان اللي اكده الكاتب الصحفي هيزيف باي اندرسون. احنا طبعا بنشوف قدامنا كتب كتير بتتكلم عن تطوير الشخصية، كيف تكتسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، العادات الاكثر فاعلية للناس الناجحة، لماذا من حولك اغبياء، بيتكلم عن معاملتك للناس اللي حواليك وازاي تقدر تتعامل معاهم بطريقة كويسة. القصد ان في كتب كتير ممكن توضح لك النمط الكويس اللي انت تمشي عليه في حياتك عشان تحسن وتطور من حياتك، زي كمان الكتب اللي بتتكلم عن التنظيم، سواء تنظيم الوقت او تنظيم حياتك انك ترتب حياتك بشكل معين، او الكتب اللي بتساعدك ازاي تتعامل في محيط العمل بالنسبة لك مع مديرك مع زمايلك، كل الكلام ده. لكن في ابحاث كتير اتعملت بتؤكد ان الانسان ممكن يحسن مزاجه ويطور من حالته النفسية خلال قراءة القصص والروايات. ممكن كمان تساعده جدا في مواجهة تحديات الحياة اللي ممكن تواجهه او الصعوبات او المعوقات اللي ممكن تواجه الانسان في حياته. لكن الكلام ده لو بصينا للكتب او الروايات على انها نوع من انواع المساعدة الذاتية، مش مجرد كتاب بترصه في المكتبة بتاعتك او بترصه على المكتب بتاعك وخلاص. فهي دي الفكرة اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده، فياريت اللي مهتم بالموضوع يكمل معايا. فخلينا نعرف مع بعض ازاي ممكن نستخدم الكتب والروايات في تحسين وتطوير حياتنا وصحتنا النفسية. تيجي تقرأ كتاب او رواية، القراءة دي في حد ذاتها ايا كان اللي انت هتقراه، حتى لو قصة عادية عن حياة اي شخص، القراءة دي في حد ذاتها بتلهمك، بتغير من نوعية تفكيرك، بتخلي عندك قدرة على تحليل الامور والمواقف والافكار المختلفة. لو انت عندك مشكلة مثلا وقررت انك تبطل تفكير لثواني كده وتمسك كتاب تقراه ايا كان الموضوع عن ايه، حتى لو قصة عادية، هتلاقي نفسك اندمجت اكتر مع احداث الرواية. كمان لو نوعية الرواية دي ملهمة، من النوعيات الملهمة او التحفيزية، او بتحكي عن شخص مثلا كان عنده معارك كتير في حياته او مر بتجارب معينة وقدر ان هو يخرج منها، فدي حاجة هتحفزك وتخليك تبص للامور بطريقة مختلفة، او تبص للموقف اللي مضايقك او الموقف اللي انت فيه بطريقة مختلفة. كمان لو بتمر بضغوطات او توتر او اي قلق في حياتك مثلا من اي مواقف، نوعية الروايات دي او نوعية الكتب دي بتخليك تفصل شوية عن جو القلق والتوتر اللي انت عايشه لما بينتهي. لو جينا نتكلم عن القصص الروائية اللي هي الروايات اللي بتبقى في هيئة قصص اجتماعية واحداث بتدور حواليك مثلا، او بتحكي عن حياة شخص، فالنوعيات دي بالذات من الكتب او من الروايات بتخليك تبقى متمكن اكتر من الناحية الاجتماعية، لان انت بتشوف تجارب الناس مرت بيها فبتتعلم منها، بتبدأ تتعلم منها، فانت كده كأنك بتكتسب تجارب من غير ما تمر بالتجربة نفسها. الروايات او القصص عبارة عن مكان بتفقد فيه نفسك لبعض الوقت، مش بتفقد فيه نفسك بمعنى انك بتنسى نفسك، لا، هي الفكرة انك بتبعد شوية عن حدة القلق والتوتر والتفكير الزيادة اللي انت مش عارف تبطله، او النظرة الجامدة اللي انت باصص بيها لموضوع معين، بتخلي تفكيرك مرن اكتر. بعد ما بتدخل او بتمر بالتجربة دي من خلال القراءة، بتلاقي نفسك بعد ما بتخلص القراءة ايا كان الجزء اللي انت قريته، بتاخد معاك بعض الالهام والتحفيز او شوية من اجواء الرواية اللي انت قريتها، فبتلاقي نفسك اندمجت مع شخصيات مختلفة. لو في شخصية عجبتك في الرواية وتأثرت بيها، دي حاجة هتأثر على طريقة نظرتك لاي موقف انت بتمر بيه في حياتك، فبتلاقي مع الوقت ان سلوكك بيتغير. وده اللي بتأكده دراسة اتعملت في عام 2012 لباحثين في جامعة اوهايو الامريكية، ان الموضوع القراية ده بيأثر بشكل كبير جدا على سلوك القارئ. ده بالنسبة للجانب الملهم في الموضوع، او الجانب اللي بيأثر فيك وبيحفزك. كمان القراءة ممكن تكون زي صديق او زي حد كده بيطبطب عليك في حياتك، ممكن تكون متضايق من اي موقف ومش عارف تتكلم مع حد، مش عارف تخرج نفسك بره المود ده، فانت بتمسك كتاب معين انت حابب تقراه
او رواية شدك اسمها مثلا وبتبدأ تقرأ فيها، بتحس انك بتندمج مع احداث او شخصيات الرواية، بتحس ان هم مع الوقت بقى اصدقائك، بتبدأ تتخيل الاحداث اللي هم عايشينها. وكمان بيديك فرصة انك تفكر كده مع نفسك وتتأمل الوضع اللي انت فيه. بعد ما بتخرج من الرواية بتبدأ نسبيا تقارن ما بين الشخصية اللي انت قريتها في الرواية وما بين حياتك. لو انت شخص واعي وناضج بتبدأ تاخد الحاجة الكويسة اللي في الشخصية دي وتبدأ تطبقها على نفسك، فمع الوقت بتلاقي نفسك بتنضج فكريا، بيبقى طريقة تفكيرك نفسها بتتغير، ما بتفضلش على نفس الطريقة اللي كنت بتفكر بيها مثلا من سنة أو سنتين. القراية في حد ذاتها بتطور شخصيتك. لو ما تأثرتش بالقراية بشكل مباشر من خلال كتب بتديك مثلا 7 خطوات تنظم بيهم وقتك أو ترتب بيهم حياتك أو تحسن بيهم شخصيتك، لكن مش بس الموضوع بيتوقف على كده، انت كمان ممكن عن طريق قصص لناس عاشت في الواقع او حتى لو قصص من خيال المؤلف لكن هي بتلهمك في النهاية ترتبط بالذاكرة عندك. هي الفكرة انك بدل ما تفضل تشحن عقلك على مواقف ملهاش لازمة في الحياة مثلا، بتبدأ تخزن في عقلك قصص لناس، سواء قصص بطولية سواء قصص تحفيز سواء ناس قدرت تتجاوز محن معينة في حياتها، أو حتى لو رواية فكاهية ولطيفة جدا وبسيطة كلماتها بسيطة، لكن الفكرة ان هي فرحتك لبعض الوقت، فدي حاجة في حد ذاتها كويسة. جرب كده تعيش أجواء السوشيال ميديا لفترة لو انت كنت متضايق، وجرب فترة تانية لو انت عندك وقت فراغ او متضايق او متوتر او في اي حاجة كده شغلاك، انك تمسك كتاب ايا كان نوعيته وتبدأ تقراه. انت مع نفسك هتلاحظ الفرق في طريقة تفكيرك وفي الهدوء اللي انت هتبقى حاسس بيه وفي الراحة وقلة التوتر، وانك هتبدأ تبص للموضوع من زاوية مختلفة. ممكن ده يساعدك انك تلاقي حل اصلا المشكلة اللي انت فيها. هتلاقي نفسك بعد فترة بترجع لحياتك مرة تانية والمشكلة اللي انت فيها، لكن وانت مكتسب طاقة جديدة بتخليك اكتر تصميم وارادة على ان انت تحل المشكلة اللي انت فيها، او على ان انت تكمل طريق انت مليت شوية فما كنتش حابب تكمل، او كسلت فركنت شوية الموضوع اللي انت بتعمله. يعني هتلاقي نفسك راجع بطاقة جديدة مختلفة تماما عن طاقة الخمول والكسل اللي انت كنت فيها. مؤلفة كتاب 13 طريقة للنظر للرواية جيني سمايلي بتأكد في كتابها ان كتير من الناس وهي كمان من بينهم بتحس ان هي بحال افضل كتير جدا بمجرد النظر للكتاب. فممكن من معايشة تجارب ومحن شخصيات خيالية او واقعية ان هي توجه نظرك او تفتح عينك على مشاكل انت ما كنتش واخد بالك منها، او تقدم حلول لمشكلة انت كنت متخيل انك مش هتعرف ابدا تلاقي ليها حل. وبشكل عام ما بتقرأ في تجارب ناس غيرك بيحسسك ان في ناس قبلك عايشت نفس التجربة اللي انت فيها، فالمعنى اللي بيوصلك ان مش انا الوحدي اللي عايش التجربة دي. لدرجة ان في مدرسة في بريطانيا اسمها سكول اوف لاين او مدرسة الحياة بيديرها شخص اسمه ايلين دي بوتون في لندن، فيها اطباء من المعالجين بالقراءة، ومن بينهم شخصية اسمها سوزان ألفت كتاب اسمه العلاج بالرواية. كمان فكرة العلاج بالقراءة او بالكتب دي مش فكرة جديدة، لكن اليونانيين القدماء كانوا وضعين لافتات فوق ابواب المكتبات بتعرف الناس اللي جايين يقروا بانهم داخلين لمكان لشفاء الروح. حتى احنا كمان لو رجعنا للقرآن الكريم هنلاقي اول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ. القراءة دي شيء مهم جدا في حياتنا، سواء ان هي تساعدنا على تثقيف نفسنا او ان هي تساعدنا على الراحة والاحساس بالهدوء، او ان هي تدينا طرق مختلفة نبص بيها للمواقف اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا. بعض الباحثين في جامعة سايكس حاولوا ان هم يعملوا تجارب على بعض الناس ويشوفوا ازاي هيكون تأثير القراءة على سلوكهم، لان هم كانوا مقتنعين جدا ان القراءة اداة او طريقة فعالة جدا في التخلص من التوتر، لو قارناها بالموسيقى او الخروج او شرب كوباية شاي او كوباية قهوة او ايا كان المشروب المفضل اللي انت بتحبه. وبعد 6 دقايق مع الكتاب اي كتاب انت بتقراه، الباحثين لقوا ان التوتر عند المرضى اللي هم كانوا بيعالجوهم قل بنسبة 68%. طبعا الموضوع بيختلف لو انت بتقرا كتاب انت حبه او انت عارف اصلا هو بيتكلم عن ايه، عندك شغف انك تقراه، فده هيخليك
تنسى اصلا الوقت اللي انت بتقرا فيه الكتاب. بتمنى ان الموضوع يعجبكم، وحابه جدا اعرف رايكم. يا ريت تشاركوني برايكم في التعليقات، انتوا رايكم ايه بالنسبه للقراءه؟ الناس اللي هي بتحب القراءه شايفه ان القراءه فعلا بتاثر بالطريقه دي في حياتها، انتوا شايفينه ازاي؟ فانا حابه اعرف رايكم جدا في الموضوع ده. ويا ريت اللي عجبه الفيديو ما ينساش يدعمني بلايك ويشترك في القناه لو اول مره يشوفني، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.